رمضان كريم ورمضان مبارك على الجميع. طبعا كمان مثل ما حكينا انه كتير في مرضى بيجوا بيراجعوا الاطباء الغدد مشان امكانية صيامهم برمضان وامكانية بقائهم على ادويتهم. طبعا بعد هدول الاكثر هدول المرضى هن المرضى السكري. طبعا مرضى السكري هن النوعين بينقسموا لقسمين، مرضى هن الموضوعين على العلاج بالانسولين ومرضى موضوعين على العلاج بالادوية الخافضة لسكر الدم يلي هي بيتناولوها عن طريق الفم. هلا قبل ما نبلش نحكي بتقسيم انه امكانيه صيام كل نمط من هدول من انماط السكري برمضان، رح نقول اول شيء اذا بنيجي بالنسبه للمرضى اللي عم يتناولوا الانسولين، هدول المرضى الحقيقه معفيين تماما من صيام شهر رمضان، لانه اغلب هدول المرضى هن الموضوعين على جرعتين يوميه، وفي بعض منهم يعني طبعا صباحيه ومسائيه، وفي بعض منهم موضوعين كمان على جرعه قبل النوم. الحقيقه انا بنصح انه مرضى السكري يلي موضوعين على العلاج بالانسولين بغض النظر عن نوع السكر انه هن يستمروا على علاجهم المناسب وما في داعي انهم يقوموا بصيام شهر رمضان. في حين انه مرضى السكري النمط الثاني كمان هن المعفيين، بس الحقيقه كثير بيصروا انه انا لازم صوم رمضان. هلا بهي الحاله نحن بنحاول انه ننبه المرضى. هلا اذا المريض مريض السكري اصر على صيام رمضان، الحقيقه بده يصير يحترم كثير شغلات. اولا بده يصير في عنده الافطار، بده يعمل وجبه صغيره على الساعه 12 بالليل بالاضافه لوجبه السحور. هلا خلال النهار اذا حس هذا المريض انه باي اعراض من اعراض نقص سكر الدم مثل مثلا تشوش الرؤيه، مثل الصداع، الاحساس بالتعب والوهن العام، لازم مباشره يوقف الصيام وياخذ وجبه طعاميه. بالنسبه للادويه الخافضه لسكر الدم الفمويه، المرضى اللي عم ياخذوا ادويتهم، طبعا هذا الشيء انا عم بحكيه لازم المريض يكون تحت إشراف طبيبه تعديل جرعاته الدوائية خلال شهر رمضان. بس إجمالا نحن المرضى اللي عم ياخدوا الإدوية الصباحية مع وجبة الفطور، هاي الإدوية لازم تصير مع وجبة الإفطار، والإدوية اللي كنا عم ناخدها مع بداية وجبة العشاء هي الإدوية اللي بنصير ناخدها مع بداية السحور. طبعا لازم دائما اذا كنا عم ناخذ نحن ادويه مع وجبه الغداء، هي الوجبه رح تصير، هي الادويه رح تصير على الساعه 12 بالليل. طبعا دائما بننصح مرضى السكري انهم هن يتجنبوا المشروبات المحلات، دائما بدهم يبتعدوا عن الحلويات. بدنا نحاول كتير انه نتجنب حتى الحلو يلي ما فيه سكر، بس لا ننسى انه هذا الحلو يلي ما فيه سكر ممكن يكون غني بالشحوم. لذلك يعني أنا بعتبر الحقيقة حسب رأيي أنه صيام رمضان لمريض السكري هو كتير كتير صعب، وغالبا غالبا نحن منخاف أنه يسوء وضعه الصحي. وأغلب الحقيقة من ممارستنا الطبية منلاحظ أنه هدول المرضى بعد نهاية شهر رمضان بيرجعوا بيراجعوا العيادات بقصة ارتفاع بسكر الدم وعدم انضباط السكر، والحقيقة بيراجعوا بوضع صحي بيكون كتير سيء وتعبان. لذلك يفضل انه هدول المرضى انه ما يصوموا، والحقيقة هن معفيين، واكيد يعني بشكل ديني هن معفيين من صيام هذا الشهر. طبعا في مرضى هن مرضى سكري بس هن بيعانوا بالاصل من مثلا معهم اضطرابات بالشحوم، هن مرضى قلبيين، ممكن يكونوا عاملين مجازات إكليلية، ممكن يكونوا عاملين عندهم يعني أذيات قلبية وعائية مرافقة لمرض السكري، وموضوعي أو ارتفاع توتر شرياني، وموضوعين كمان على أدوية خافضة للضغط، أدوية منظمة لعضلة القلبية أو منظمة لارتفاع توتر شرياني. هدول المرضى الحقيقة ينصحوا بشكل أكيد أنه يفضل عدم القيام بصيام شهر رمضان.